second lesson, we confirm again that this class will be in Arabic. Okay. إذا رحنا صفحة 217 هنا 217 بنلاقي في نفس الكتاب اللي احنا بنتكلم فيه هنبتدي بالماث أو بحاجة هنشرحها في الباكينج سات هو الباكينج بتاع الماث تيست نفسه فبارت 5 بارت 4 في الكتاب هو بيتكلم عن how to crack math test هنبتدي من أول حاجة sad math the big picture عنه وبعدين fun with fundamentals هناخد fundamentals كلها even you are a professional أو لا حاول تشوف معاك fundamentals كاملة بتاعت الكلام ده كمان algebra cracking system other algebra strategies advanced arithmetic function and graphs geometry and grid ends كل الحاجات دي لو انت اتقنتها معايا ان شاء الله بنضمن درجة كويسة بإذن الله في السات مع بعض خلينا نبتدي بالجزء الأولاني اللي هو سات ماث The Big Picture بيتكلم الكتاب هنا عن البيج بيكتشر بتاعته في this chapter we will see few ways you can eliminate bad answer choice يعني انت عندك أربع answers في ساعات بيبقى بالسنس كده تقدر تشيل اول حاجه تشيل اجابتين او ثلاثه منهم على طول طبعا اتليست تو انسرز هتقدر تشيلهم او واحده في الاول وبعدين الثانيه بيبان من خلال الكلام ده امبروف يور اودز اوف انسرينج كوركتلي اف يو هاف تو جيس لو انت بتعرف يعني انا افضل الناس حتى في امتحان الحاسبه لما يكون الكالكليتر معاك حاول كمان تعتمد على يعني ممكن في عمليات حسابيه كتير ممكن تعملها لان احنا اتفقنا انه تحدي تايم تشالنج اتش تايم تشالنج يعني ذا ماكسيمم اند ماكسمايز يور ماث سكور هي دي الحاجات اللي بتفرق معاك الجيسنج نفسه ماشي عشان الوقت وي ويل اولسو تيتش يو هاو تو بيست ميك يو يوز اوف يور كالكوليتر برضه دي ممكن نسهل استخدام الكالكوليتر مش عمال على بطال بنستخدمه استخدمناه ازاي نستخدمه بالاسلوب السليم when it permitted في الجزء بتاعه يعني and how to get along with it without it برضو ازاي نقدر نحل من غير الكالكوليتر ده كل البيكتشر بتاعه الالماس البيكتشر بتاعته يعني in the reading section of this book you learned about various ways to eliminate wrong answers في الاساس بتاعنا يا جماعه في الشابتر ده اللي احنا هنحاول نركز فيه well that idea become into play on set math test as well. Okay. فهي نظرية حذف الإجابات الخطأ اللي هي بعيدة دي الاستراتيجية اللي بنسميها بول باركينج. بول باركينج انك انت في إجابات بتبقى بالسنس كده من غير ما تفكر بتبقى أكيد بره الصندوق. خلاص؟ بره الملعب بتاع البيسبول يعني. خلاص؟ وبالتالي هتحذفها ازاي؟ قال لك عشان نسهل عليك المأمورية هنديك اكزامبل بسيط جدا في القصة دي. عندي في جاردن هنا في نوعين من النباتات او نوع واحد يعني بس في ثلاث صفوف ورا بعض في صف بيبقى ناحيه الساوث وصف ناحيه النورث الصف اللي ناحيه النورث ايدج بيبقى ايه 30% شورتر 30% شورتر يعني طوله 70% من الثاني يعني على طول لما تشوف البرسنتج تعرف ان في تجيب العكس على طول يعني اذا كان 30% شورتر يبقى طوله الحقيقي هو 70% 70% من مين من الطول بتاع الساوثر ماشي يبقى الثالثة اللي ارجع هي طالع 50 يبقى 50 تايمز 70% يديك 35 ده كده بالسنس على طول يبقى الاجابه لكن احنا عايزين نطبق قاعده الاليمينيشن ازاي نحذف الاجابات اللي احنا متاكدين انها خطا طبعا هو بيقول لك انها اقصر منها يعني بيقول لك النورث اقصر من ال 50 انش يبقى اكيد الاجابه الانسر دي از رونج ده الاليمينيشن وارد جدا كان يديك برضه ديت 70 مثلا يبقى ساعتها تحذف الدي والبي لو كانت الدي 70 لكن اتليست هو دلوقتي انت حذفت اجابه من غير ما تفكر فيها اصلا انها لازم تطلع اكبر اصغر منها وطالما دي 50 يبقى الثانيه اكيد هتكون 65 غلط ولكن لو قلنا الباقي من ال 30% هو 70% طول الحقيقي 70 تايمز 50 يدي 35 ده كده بالسنس والحاجات اللي مش محتاجه كالكوليتر اي حاجه هنا حلها لك وشرح اللي انا قلته بالظبط بيقول لك هنحذف الاجابه دي ولكن اعملها بطريقه ثانيه ضرب ال 30% تايم 50 اديت له 15 طرح ال 15 من ال 50 اديت له 35 انا شايف الانسب بدل ما تعمل الموضوع ده لا خلي دي 70% واضربها في ال 50 تديك 35 دايركتلي اوكي ده كده طريقه من طرق الايه حذف الاجابات او السنس السريع في الانسرز
وهنبقى نتناول موضوع البرسنتج بصفه يعني ان شاء الله بطريقه افضل عشان خاطر او سبيسيفيك شويه عشان نجيب فيه الفول مارك ان شاء الله الجزء بتاع البرسنتج بالذات. الرول الثانيه اللي هنقراها دلوقتي وهنعرفها هي الرول الخاصه بانك انت يو هاف تو ريد ذا فول كويشن. الفول كويشن هنا بيقول لك وارد جدا يعمل لك خلع في المساله، انه هنا بيديك اذا كانت 16x minus 2 equal 30 what is the value of 8x minus 4 take care minus 4 دي هي دي اللي بيقصد بيها read the full question. يعني معظم الناس هتيجي تحل مقسم على 2 هنا يمسك divide by 2 يعمل divide by 2 يطلع 8x minus 2 equal كذا، هيقولك على طول 8x equal كذا على طول. لا take care انها 8x minus 4 هنا كلمة read the full question. full question معناها انك هتخش في موضوع minus 4. طيب لو انا قسمت divide by 2 both sides هيطلع 8x minus 1 equals 15، يبقى مبدئيا 28 بنظريه الاليمينيشن بعيده جدا عن الكلام ده، يبقى انا كده عملت اليمينيشن لل 28 لانها اجابه بعيده. يبقى استفدنا من القاعده الاولى لازم يكون في منطق شويه، يبقى اول حاجه حذفنا الاجابه رقم دي. ثاني حاجه عشان اقول 16x و2 و30 وقسمته كام زي كده وارد ان الاجابه جدا هتطلع ايفن، مش مستحيل تطلع اود، يبقى كمان ممكن احذف ال 15. ال 15 استحاله تكون اجابه سليمه. اذا الاجابه بتاعتي الانسر محصوره بين ال 12 وال 16. اوكي؟ الناس اللي هتتخدع وتقف عند 8x فقط ويكمل هيلاقي ان الاجابه الصحيحه هي 16. ده بقى ده واحد ما قراش الفول كويستشن، ما قراش ان في ماينس 4، ما قراش ان في ماينس 4. انت لو عملت كده هتلاقي 8x equal 16. ماشي؟ لكن هو عايز 8x minus 4 يبقى هتطلع الاجابه السليمه هي ايه؟ يبقى استفدنا من المساله دي حاجتين، اول حاجه ان انا اقرا الكويشن كله، وكمان اقرا اشوف بالسنس بتاعي ازاي احذف الاجابات دي لانها اود ودي لانها كبيره جدا عن الفاليو المتوقعه. اصبح عندي اجابتين، ما اخترتش 16 لان ما قريتش، لان قريت الفول انسر الفول كويشن. قدام قريت الفول كويشن يبقى الاجابه السليمه هي 12. جربها كده وشوفها، وهو ده الشرح اللي هو شرحه هنا بالظبط، ازاي تستثني او تطلع القيمه 28 از فيري بيج، وكمان ال 15 صعب جدا انها تكون موجوده في الاجابه. وقال لك الناس اللي ما قريتش كويس ماينس 4 هتبقى الانسر سي از تراب، انسر تراب يعني بيخدعك بيها. ماشي؟ وبالتالي الاجابه السليمه هي نمبر اي. اوكي؟ ده كده خلصنا الجزئين الاولانيين. بقى اول حاجه ان انا اعمل الاليمينيشن ثيوري بتاعتي الباور باركينج، وتاني حاجه ان انا اقرا الفول كويستشن كويس، اقرا الكويستشن كويس جدا وما اتخدعش وما اتسرعش والاقي الاجابه 8x equals 16 اقول هي دي 16، لا في لسه ماينس 4 دي اسمها الريد فول كويستشن. الجزئيه الثالثه من اهتمامك عشان برضو تحل بسرعه هي قاعده ال one piece at time. ما تيجي تحل حاجه حلها مره واحده، ما تحطش تفكر اكتر من مره، لان ايه؟ بيقول لك لما تيجي تتناول مساله من المسائل المعقده بالذات take little piece at time. We can call the strategy as bite-sized piece. يعني حتة حتة جزء جزء. Okay. طيب. If you try to do more than one step at time احتمال تغلط، خاصة لو بتعمل حاجة دي بدماغك. وارد جدا جدا تغلط. يبقى إذا بنحلها step by step عشان ما تخشش في التراب ده answer وبالتالي تحل غلط. هندي example على الكلام ده، إن إحنا عندنا مسألة زي دي. المسألة أنا يمكن أرسمها لكم إزاي تتحل. هو بيقول لي في طياره ورقيه بتمشي بسرعه معينه، بس وهي ماشيه بتاخد سلوب، السلوب بتاعها هو 1 فيرتيكال الى 3 هوريزونتال الى 3 هوريزونتال، 1 فيرتيكال 3 هوريزونتال، يبقى دي القاعده بتاعتي. طيب هو في المين سنس بتاعه بيتكلم عن على الديستنس الهوريزونتال اللي بتمشيها. طب احنا عارفين قاعده مهمه جدا ان الديستنس هي عباره عن ايه؟ عباره عن السبيد تايمز التايم، يعني مضرب التايم في السبيد بجيب ايه؟ بجيب الديستنس. فهنا السبيد بتاعتي كانت 9 نقدر نقول كده بالظبط، هي 9 تايم 9 فيت بير سكند، بير سكند هنا بير سكند دي اللي هي الايه؟ السبيد بتاعتي، السبيد بتاعت الاير بلين، فهي دي سبيد مش نو ديستنس. يبقى دي السبيد بتاعت 9 فيت بير سكند، وكانت التايم اللي مشت فيه 5 سكندز. يبقى اذا التوتال ديستانس اللي خدتها هي 9 تايمز 5 ايكوالز 45 فيت، يعني مشت هوريزونتالي 5 فيت 45 فيت. اذا طالما ده 3 تايمز ده يبقى ده كام؟ اكيد ده 15، نقسم 45 باي
ديفايدد باي 3. يبقى انا بنصحك تعمل سكتش كده وانت في مسائل فيها حاجات بالمنظر ده، السكتش هيسالك كتير. اذا الاجابه السليمه هي ان المسافه الفيرتيكال اللي هو بيسال عنها هتكون 1/3 الهوريزونتال ديستانس. فاحنا خدناها بيس باي بيس ازاي؟ اول حاجه عندنا القانون المهم بتاعنا ان السبيد تايمز التايم تديني الديستانس، وعرفت ان الهوريزونتال للفيرتيكال بيساوي كام. ده اسلوب جديد، هو اسلوب انك انت ترسم وانت بتحل وتعرف ان دي 1/3 اوف ذيس، تديك على طول الاجابه السليمه هي ال 15. خلاص لا اليمينيشن بقى ولا اي حاجه تمشي معانا في القصه دي. هيبقى ده اسلوب البيس باي بيس بتاعتنا. من المسائل الكويسه جدا اللي بتوريني قيمه عمليه الاليمينيشن للانسرز اللي انا شاكك فيها المساله دي. طبعا زي ما احنا شايفين فيها جي كي سكوير وجي سكويرد وجي جي سكويرد كي اند سو اون. ده طبعا لو عملت اليمينيشن بينهم او قعدت ان انا اعمل عمليه الحذف بينهم هلاقي ان اكيد الانسر سي ودي، لو ناخد بالنا هنلاقي هنا كيوبيك كي كيوبيك وهنا كي تو ذا باور 4. هنا مفيش لا كيوبيك ولا باور 4 في الكي تحديدا. اذا على طول من غير ما افكر انا مش هعمل عمليه مالتيبليكيشن في البرانسيس دول، انا كل حكايه انا بعمل الجبريك اسامشن. ادام في سامشن يبقى استحاله الباور توصل لي كي 4 كي تو ذا باور 4 او كي تو ذا باور 3. يبقى اذا تو انسرز على طول خلصتهم. الجزئيه بقى هيبقى الاجابه بتاعتي محصوره بين A و B. حاجه هعرفها ازاي؟ هشوف الاليمنت ده، هو الفرق بين A و B هو ايه؟ ان هل في ماينس جي سكوير 4 كي اور نوت. يعني التو انسرز هنا زي بعض هنا لكن مختلفين في ان في واحده فيهم زايده عن الثانيه ماينس جي سكوير كي. هلاقي هل فعلا في جي سكوير كي ولا لا؟ فراح الاقي هنا في ماينس 2 هنا وماينس 2 كمان اللي هي ماينس تايمز بلس تدي ماينس، يبقى فعلا ماينس 2 ماينس 2 يدي ماينس 4. يبقى الاجابه السليمه هي 4. دي من غير ما تشتغل بايدك خالص عشان ما تضيعش وقت، زي ما اتفقنا اتس تايم تشالنج. تايم تشالنج يعني لو حليتها على طول منتال بالمنظر اللي انا قلته ده هي دي الطريقه الاسرع. اول حاجه بتعمل اليمينيشن للتو انسرز دول، وعرفنا ليه؟ لان ما فيش ابدا كي تو ذا باور 4 ولا كي تو ذا باور 3. وكمان عرفت هل في ماينس 4 جي سكوير كي. الخدعه ان واحد يقول لك اه ده دي ماينس ودي بلس يبقى نشيلهم مع بعض. لا خلي بالك ان في ماينس هنا وماينس لما تتضرب هنا تديني ماينس، يبقى ماينس وماينس تدي 4. يبقى الاجابه السليمه هي دي. يبقى هنا في جزء تريكي، الماينس لما تتضرب في البلس تدي ماينس وماينس كمان يدي 4. يبقى هي دي الاجابه السليمه. يبقى الكوركت انسر از بي. ده برده من الحاجات اللي فيها تريكي، تديك حاجتين تقرا الكويشن كاملا مع بعضه وكمان تشيل الاليمينيشن وتحذر الترابنج انسر. من ضمن القواعد برضو اللي بتخليك تحل بسرعه رايت ستاف داون. يعني وانت بتحاول تحل حاول تكتب الستبس بتاعتك كده على جنب بسرعه في بعض المسائل وخاصه في الجيومتري عشان تعرف تحل ازاي. فاداني مثلا مساله زي دي بيقول لي عايز يجيب قيمه الانجل بي، عايز يجيب اف 8 و120 يبقى البي بكام. طبعا احنا عارفين ان دي مهاره زياده جيومتري شويه. في ستريت هنا ستريت انجل، فطبعا اكيد دول تو انجل ار سبلمنتري، وبالتالي لو عندي دي 120 يبقى الانجل دي 60. طيب الهكسجونال اللي انا بشوفه ده هكسجون اللي انا بشوفه قدام الهكسجون شيب ده اكيد الاول سايدز قد بعض كويس جدا. دي بمعنى ان انا لو مديت اللاين ده واللاين ده اكيد اللاين اللي انا هرسمه دلوقتي دوت اكيد قد الايه اللاين الثاني. يعني اللاين ده اهوت انا هرسمه باللون الاخضر ده هو دوت اكيد ايكوال لللاين الاخضر الثاني. طالما الاثنين دول قد بعض يبقى ده ايسوسيلس. طب لو كان ده ايسوسيلس وكانت الانجل دي 60 لان دي 120 ودي 120 يبقى الانجل دي كام؟ الانجل دي 60. يبقى اكيد دي كمان 60 لان ده ايسوسيلس. طب ما فيش لو 60 و60 with sum of all angles inside the triangle R180 يبقى اكيد دي كمان 60 زيهم. يبقى ده اتحول لايكولاترال تريانجل ماشي، وبالتالي اصبحت الانجل دي كام؟ 60. طالما دي 60 دول فيرتيكا هي فيرتيكال انجل مع بي، الانجل اللي هنا هي فيرتيكال انجل مع بي وبالتالي اصبحت البي 60. دي مساله بتعتمد اكتر ما تعتمد على مهاراتك في الجيومتري شويه والحفظ للقواعد بتاعتك، بس في نفس الوقت تكتب الستبس بتاعتك. اول حاجه عرفنا ان دول ايسوسيلس والايسوسيلس بتبقى الانجل دي والانجل دي قد بعض. طالما التو انجلز دول 60 اند 60 يبقى الثالثه 60 لان مجموع الانجلز جوه التريانجل هي 180 يبقى 60 ودي فيرتيكال انجل معاها. اذا بي الاجابه السليمه هي 60.
دي من ضمن المسائل المفروض تعتمد على مهارة الجيومتري شوية. ممكن يكون الطريقة اللي استخدمها في الكتاب هنا أفضل في حاجة واحدة، إن هو عارف طالما إنه الفاليو بتاعت الأنجل إيه اللي خدناها كانت 120 باي جيفن، دي جيفن أكيد يبقى all other angle as it is hexagonal يبقى على طول دي 120 زيها، كل الأنجلز 120 120 ودي ستريت أنجل يبقى دي 60 على طول. أنا يمكن استنتجت الإيسوسلس من نفس، لكن هو استنتجها بطريقة تانية، قال طالما دي 120 يبقى دي 60، 120 يبقى دي 60، جاب 60 الاثنين زي بعض وبالتالي طلعت الثالثة 60 فيرتيكال أنجل، إلى حد ما أسلوب أكثر إقناعا يعني. طيب دلوقتي هنخش في الجزئية بقى المهمة اللي هي هاو تو يوز الكالكليتر. الكالكوليتر بتاعك ده خطير جدا وبيسهل لك كتير، بس بشرط انك انت تستخدمه صح. ماشي، ماس تيست ديفايدد تو فور سيكشنز، في سيكشن ماس بحد ذاته بيكون سيكشن 3 نو كالكوليتر، سيكشن 4 هو الكالكوليتر، استخدم فيه الكالكوليتر. وخلي بالك ساعات بيبقى في مسائل تريكي شويه ممكن تحلها من غير الكالكوليتر لو انت شاطر شويه في المالتيبليكيشن تيبل وحاجات زي كده يعني. ماشي، ويمكن دي الجزئيه اللي هو بيتناولها بالتفصيل هنا. هو بيقول لي الكالكوليتر سيكشن، خلي بالك بيعتمد في معظم الاسئله بقى انه كالكوليتر سيكشن والليرنينج سو اند سو، بس في الكالكوليتر سيكشن ساعات بتبقى في حاجات مش محتاجه الكالكوليتر اصلا، بتبقى تريكي بالنسبه لك انك انت ممكن تعملها من غير كالكوليتر، افضل لك مور هيلفول عنك انت تستخدم كالكوليتر. وهنشوف الكلام ده، مش معنى ان السيكشن كالكوليتر ان كل كالكوليتر نو مش ما تعتمدش على دي ابدا. وده اللي احنا هنشرحه في بقيه التوتوريال بتاعنا النهارده، وهنقفل بيه الحلقه بتاعتنا، هو ان احنا ازاي نستخدم الكالكوليتر استخدام سليم، ونتاكد ان في احتياطات معينه لازم نعرفها في الكالكوليتر قبل ما نستخدمه. هو كل الجزء ده بيتكلم عن الجزئيه اللي هنتكلم فيها، هاو تو يوز ذا كالكوليتر. ماشي، فطبعا هو بيقول لك ان في سيكشن 3 نو كالكوليتر، وعرفنا نو كالكوليتر حتى لو طلعت لك انسر من انسرز بالمنظر ده سيبها زي ما هي، مش مطلوب منك لو في سيكشن عن الكالكوليتر سيبها زي ما هي كده، لانك انت هتلاقي واحده ثانيه شبهها تعرفوا مع بعض مثلا. ما تقولش ان انا ان في خطا والمساله دي محتاجه كالكوليتر، لا هتلاقي في مساله حاجه شبهها تطرح اسرهم مع بعض هما الاثنين او يتقسموا على بعض. ماشي، ولكن لما تخش في الجزء بتاع الكالكوليتر خلي بالك انك انت لازم تشيك على الكالكوليتر بتاعك هل هو ساينتفك ولا لا، لانك انت في كالكوليتر مش ساينتفك، ولما تيجي تعمل الاوبريشن ديت اللي هي 3 بلس 4 تايم 6 بيجمع الاول للاسف 3 بلس 4 يطلع 7 تايم 6 يدي 42، ده غلط، ده غلط، ده كده مش ساينتفك كالكوليتر. الساينتفك كالكوليتر انه بيخلص التايمز الاول وبعدين يجمع وتبقى الاجابه السليمه لازم تكون 27، 4 تايم 6 الاول وبعدين بلاك 3 يدي 27. اذا كده يبقى الكالكوليتر بتاعك سليم. طبعا كلنا اكيد هيبقى عندنا كالكوليتر ساينتفك. وبيتكلمني هنا ان الكالكوليتر بتاعي يكون مواصفاته عامله ازاي، اذا تيست رايتر هاد ديزاين سي سيكشن، ان هو يكون استخدام هاو تو يوز التولز بتاعتك انك تستخدمه استخدام سليم. في برضه جرافينج كالكوليتر، ده برضه ممكن يبقى كويس معاك بس اذا كانت الاود انك انت تخش بيه. ماشي، وبيحذرني ان يكون لو كان جرافينج يكون في التول دي لازم يكون ايه، كان نوت هاف ديت ستايل كيبورد. طبعا احنا غالبا بنخش كلها بالاف اكس سمثينج كده، بيبقى كلنا مش لازم يكون جرافيك كالكوليتر معانا، مش هتفرق كتير يعني، خليك ساينتفك كالكوليتر كفايه جدا. If you cannot use the calculator on your phone، طبعا ما ينفعش حد يستخدم الفون بتاعه في الامتحانات، we'll have to turn your phone off طبعا اكيد، but underneath your seat طبعا اكيد ما حدش بيخش بالامتحان بتاعه خالص، امتحان بالايفون بتاعه او التليفون بتاعه. البراجراف ده بيحذرني ان انا اعتمد اعتماد كلي على الكالكوليتر، بيقول لك لا مش الكالكوليتر اللي هيحل لك الحاجات الصعبه، لازم مخك يشتغل الاول وتخلي الكالكوليتر فقط بيعمل لك الحسبه النهائيه. في ممكن الكالكوليتر يحل ايكويشنز، تو ستيب ايكويشن وكلام زي كده ممكن، بس مش في كل الاحوال هو الاساس، ممكن جدا الاليمينيشن بتاع تو ستيب ايكويشن تحلها بنفسك الاول منتلي وبعدين تسيب الكالكوليتر يحسب لك خارج القسمه الديفيجن او الكوشن او وات ايفر، انما ما تعتمدش ان هو اللي هيحل لك المساله، دي حاجه اعتقاد خاطئ تماما. ماشي، وات كالكوليتر از جود دوينج، بيعمل ايه بالظبط؟ طبعا اكيد كلنا عارفين بس خلينا ناكد المعلومات. هو اول حاجه بيبقى اريثماتيك، ديسيمالز، فراكشنز، وروتس، برسنتجز، وجرافز، ساعات بيبقى في جراف كالكوليتر معاك بيقدر يحل الجراف او بيرسمه. ماشي، هنقدر نشوف ايه اللي بيعمله في الاريثماتيك. طبعا الاريثماتيك اللي هو الاربع عمليات بتوعنا اللي هم الادينج، سبتراكشن، ملتبلاي اند ديفايدنج، سواء انتجرز او ديسيمالز.
ده كده المعمليات الرئيسية اللي بيعملها لي. المين ثينج تو ريمبر اباوت الكالكوليتر از ذات ات كان نوت هيلب يو تو فايند الانسر، دي اللي قلناها من شويه. لا هو بس مش هو اللي بيفهمك، مش هو اللي بيفهمك المساله، هو بس مجرد طول يحسب لك في الاربع عمليات دول بالذات. خلاص اهم حاجه انك انت تفهم المساله كويس وتستخدم بعد كده الكالكوليتر، هو اللي يبقى تحت ايدك مش انت اللي تحت ايده. ده معنى الباراجراف اللي فات. الكالكوليتر دونت ثينك فور يو، دي مهم جدا، مش هو اللي بيفكر بدالك ابدا ابدا، انت اللي بتفكر وانت اللي بتعمل الداتا جواه عشان يحلها. يوز يور بيبر فيرست، حاول دايما تكتب المساله وتكتب وتحل الستبس بتاعتك وبعدين تسيب الكالكوليتر تطلع لك ريزلت في الاخر، بس انت اللي عامل الستبس. وذر اور نوت كالكوليتر يوز ميثود، لازم اول حاجه انك تكتب ده اللي احنا قلناه من شويه، وانت بتحل اي مساله تعمل لها زي ما رسمنا مساله في مره بتاعت التيار اللي ماشيه او الترينجلز او كبر. انت اللي بتفكر الاول. Working with scratch paper first will also give you record of what you have done. انت بتعمل ايه بالظبط؟ المايند فادست. انا يعني الناس المينتال ناس عندها عاليه هي الناس البيرفكت، هي دي الناس اللي تمشي صح ويستخدم الكالكوليتر في ادق الحالات يعني. ماشي؟ Write things down، وده اللي احنا بناكده هنا. اول حاجه تكتب الستبس بتاعتك وانت بتحل عشان تنظم افكارك وتحل بسرعه. Don't use the memory function. إذا كان عندك مفتاح الميموري وبتعتمد بيه ما تكتبوه، ما تعملوش. ليه؟ ساعات أنت تقول أنا حطيت في الميموري رقم معين، وبعدين تيجي تستخدمه هتلاقي نفسك استخدمته وأنت نسيت تعمل إريز ليه، فبلاش، بلاش حكاية الميموري دي. كل مسألة على طول بمسألتها. ما تحاولش تستعمل memory function، مفتاح الميموري اللي إحنا عارفينه. أو ده اللي أقصده مفتاح الميموري، سواء ميموري بلس، ميموري ماينس أو كذا، لا ما تستعملش المفتاحين دول. أنت هتيجي تستخدم الميموري بتاعتك تكون ناس انها ميموري من مسألة فاتت، بلاش الكلام ده. ده اللي اسمه نسميه الساينتفك كالكوليتر اللي قلنا عليه، اللي هو ممكن تعمل فيه عملية معينة 4 بلس 6 تايم 3 فيديك الانسر 6 تايم 3 يدي 18 بلس 4 يدي 22، دي الإجابة الصح. يبقى ده ساينتفك كالكوليتر فعلا، مش كالكوليتر عادي اللي هو يضرب يجمع الأول 4 بلس 6 وبعدين يضربه في 3. لا لا لا، الأول يخلص المالتيبليكيشن اللي هي القاعده دي اللي هي order of operations، اللي هي قاعده ايه؟ بي مداس. بي مداس ايه؟ بي مداس دي اللي كنت اول حاجه الترانسيز يخلصها، وبعدين الاكسبوننشال، وبعدين المالتيبليكيشن اند ديفيجن، وبعدين الادنج والسبتراكشن. هي دي القاعده اللي احنا لازم نستخدمها. الكالكوليتر الحقيقي بتاعي الساينتفك بيعمل الحاجات دي، خلص الترانسيز الاول وبعد كده يخش على الاكسبوننشال، وبعدين يخلص multiplication والديفيجن، دول في نفس المرتبه، وبعدين اخر حاجه يخلص الادنج والسبتراكشن، دول اخر اوبريشن. اذا كان الكالكوليتر بيعمل كده هو ده الكالكوليتر الايه اللي انت تستخدمه، وده اسمه ساينتفك كالكوليتر. كمان الفراكشن، الفراكشن عندك نوعين من الفراكشن، اما ان هو يكون فراكشن طالع بال في الكالكوليتر بيكتب الفراكشن بالديسيمال، وفي بيكتب الفراكشن بتاعتك ب اللي هو يعني دومينيتور ونومينيتور كده، ماشي؟ ففي بيقدر يطلع لي التو انسرز دول، فده بيكون ايه موجود معي. بعد كده ودي بيقول لك فور جريد اندز كويشن ات از نوت نيسيسري تو ريديوس فراكشن، وقفوا عند حد معين، مش لازم تقعد تختصر. يعني مثلا يطلع لك الانسر بتاعتك لو كانت مثلا طلعت 24 ديفايد باي 36، وقف عند كده. في ناس يقول لك انا اعمل لها تبسيط، اقسم اعمل ديفيجن باي 8 ديفايد باي 8 او ديفايد باي 4 ديفايد باي 4 تطلع 24 تطلع 6 وال 36 تطلع 9 و 4 باي 9. لا اقول لك مش لازم تعمل السمبليفيكيشن ده. ده معنى كلامه في الجريد انز تحديدا. الباتريز بتاعت البطاريه طبعا في بيقول لك يعني حاول تكون متاكد انها لو كانت بتشتغل باتري خد معاك باتريز احتياطي في الامتحان عشان ما تحطش في مغزك مش كويس. ماشي؟ الفاينل وورد اون ذا كالكوليتر هيديك بقى الخلاصه بقى، عايزين نتكلم كلام نهائي عن الكالكوليتر عشان ما نحسش ان هو اداه ضاره، لا بالعكس يكون اداه مفيده بالنسبه لي. اهو بيقول لي التيست رايتر اللي بيحط الامتحان نفسه بيعتمد ان انا استخدم الكالكوليتر بحكمه، يعني مش هو اللي هيحل لي المساله، خاصه الوردنج بروبلمز. الوردنج بروبلمز بتعتمد مينلي على الثينك بتاع، اقراها كويس ولخصها الاول وبعد كده حط النتائج النيوميريكس بتاعتك في الكالكوليتر عشان تحل لك، مش العكس، مش هيحل لك المساله. خاصه اهو بيقول ايه براكتس يور ماث سكيلز الاول، هي دي اهم حاجه، وبعد كده ايه with or without calculator، دي اهم شيء، مش انك انت تقول الكالكوليتر هيحل المساله. وبالتالي نقدر نعمل سامرايزنج لكل اللي قلناه في الشابتر ده ونقفل بيه الليسون 2 بتاعنا.
السمر بتاعنا اول حاجه الاليمينيت انسرز، انك انت اول شيء يجي لك في امتحان الماث حاول تعمل اليمينيشن للانسرز البعيده جدا عن الايه المنطق واللي انت بتتكلم فيه. زي ما شفنا الكلام ده مش هنكرره تاني. برضو البول باركينج انسرز، انك انت بتقدر تشوف الفيجرز نفسها، ذا فيجر ار نوت الاود درون سكيل تو سكيل، برضو دي حاجات من الحاجات المهمه. يوز جيفن انفورميشن ديتيرمين اف يو كان تاست يور فيجر بيفور يوزينج الانيميشن. اذا جاتك مساله على فكره وفيها رسم اوعى تفتكر تقول ده اللاين ده قد اللاين ده وقد بعض، مش شرط، دي حاجه مهمه جدا يعني. ماشي. After you set up problem on the page، اما تيجي ترسم المساله بتاعتك على البيج او تعمل الستبس بتاعتك، you should definitely ايه بقى use calculator. اخر حاجه تعملها الكالكوليتر، مش اول حاجه، مش هتجي المساله وانا معاك، لا لا، اول حاجه اعمل الستبس بتاعتي واعمل سكراتش بيبر كده، وبعد كده استخدم الكالكوليتر في الاخر. Take your own calculator when you take the test. طبعا you don't need fancy one، مش لازم الكالكوليتر ده. هو make sure your calculator does not beep، بقى ما بيعملش بقى ايه اللي هو يعمل صوت كده طول ما انت بتزمر، خلي اكتم الصوت بتاعه ماشي عشان ما يربكش اللي جنبك، مش انت بس يعني، يبقى ملحوظ العمليه بتاعتك، حتى بيوترك انت على فكره وبيطلع صوت الكالكوليتر نفسه. Even you already use calculator regularly, you should still practice before test. يعني حتى معلش حاول تتعامل مع الكالكوليتر، اسال اي حد جود يوزر في الكالكوليتر لو في مفتاح مش عارفه، يمكن يكون بيسهل لك كتير جدا على فكره، فحاول برضه تستخدمه استخدام جيد وتمرن عليه كتير. ماشي. Be careful when you key in members on your calculator. Check each number. Sorry, number. حاول تجرب المفاتيح بتاعت الكالكوليتر بتاعك، ساعات بيبقى فيه مفتاح معلق وانت قاعد تاكل كده جنب الكالكوليتر ولا حاجه، نزلت اي حاجه بيس اوف وات ايفر كانت موجوده دخلت جوه المفتاح، المفتاح تلاقي تيجي تدوس على المفتاح ما يكتبش النمبر. تيك كير من الكلام ده كويس جدا، هو دي مهمه جدا القاعده دي. اذا كان في نمبر مش شغال او اي كي باتون مش شغال، اتاكد ان كل الباتونز بتاعتك شغاله ما تخش. يعني ساعات الكالكوليتر يا جماعه بتكون يجي عليها بعض الاطعمه او اي حاجه زي كده، تسد الايه المكان اللي بينزل فيه المفتاح ما تقولش، ودي بتحصل في الكيبوردز كتيره جدا، تلاقي المفتاح معلق وانت طبعا بتكتب تستخدم الكيبورد بتاعتك او تستخدم الباتونز، انت متخيل انه كتب النمبر او عمل الاوبريشن، لا هو ما عملهاش، يبقى انت كده بتطلع نتيجه طبعا انت واثق ان الكالكوليتر بيحل صح، لكن للاسف انت وانت بتعمل انبوت نسيت نمبر او حاجه، مش نسيت سوري، ضغطت على مفتاح ما اشتغلش معاك، خلص لك الموضوع كله وطلع لك اجابه غلط، وتلاقي الاجابه كمان غالبا مش واحده من الاربع اجابات، تتجنن ساعتها انت انك انت ازاي الانسر غلط. الكالكوليتر cannot help you to find answers to questions. قلنا اكتر من مره وركزنا الكالكوليتر مش هو بيحل، انا اللي بحل، الكالكوليتر مجرد حاجه بتجمع وتطرح وتضرب وتقسم فقط، مش اكتر من كده. Set up the problem or question on paper first. قلناها أكتر مرة، خطط الورقة الأول، اعمل الستيبس بتاعتك، وشفناها في مسألة الطيارة وشفناها في مسألة التريانجل بتاعتها أو اللي هي السجن. ماشي. وبعدين الإليمينيشن الأنسر قلنا عليها لو كان في كونفيوجن. Don't use the memory function، قلناها أكتر مرة، مفتاح الميموري اللي في الكالكوليتر ما نستخدموش عشان ممكن يكون مخزن معلومات بتاعت مسألة قبل كده وأنا فاكر إن أنا نسيت أمسحها وكده. Don't use the memory function. Whether you are using your calculator or paper and pencil, you must always perform calculations in proper order. Whatever. بتحل بإيدك، بتحل بكالكوليتر، استخدم قاعدة بي داس اللي هي parentheses ثم exponential ثم multiplication division وأخيرا subtraction and addition. If your calculator runs on battery، خلي بالك حاول تجيب معك بطاريات احتياطي أو تكون بطاريات فريش. ماشي. اخر حاجه في السكشن ده او في السمري، ميك شور يور ماس سكيلز ار سوليد، خليك قوي في الماس سكيلز بتاعتك، اعتمد على المنتال، اعتمد على ماشي. يو كان تاكل كويستشنز ان نو كالكوليتر سكشن وذ كونفيدنس. اهم حاجه مهاراتك في الماث يا جماعه والمنتال. خلاص كده احنا خلصنا الشابتر دوت، وان شاء الله الشابتر الجاي او الليسن الجاي هيكون فن وذ فاندمنتالز. اشكركم والسلام عليكم.